اسمع الشعر يقول ان الأمانية والاحلام تضليله. الأمانية انك انت تعلق نفسك بأمنية ولا تسند هذا التعلق بعمل يوصله الى الأمنية, تفضل الى مجال الايه, تمني في مجال ايه, التمني. انما كان التمني بقى تنتهي فيه الى انك انت تعمل, يبقى ايه, واحد يقول لك لا ما هي الاماني دي ساعات كده يستروح بها الانسان, يقول ذلك استرواح كاذب. نعم استرواح كاذب, ما احلام اليقظه كاذب. لا ليه كاذب؟ لانك انت ابيض عمل ملوش رصيد من ايه, ملوش رصيد من العمل. ولذلك الشاعر لما قال منى ان تكن حقا تكن احسن المنى, يعني منى ان حصلت تبقى ايه, والا وان لم تتحقق يا سيدي فقد عشنا بها زمنا رغدا. اماني من ليلى حسان كانما سقطنا بها ليلى على ظمأ بردا. كانما, لا احنا عايزين تشرب بالفعل, احنا عايزينك تشرب بايه.